أيها الأخوة، تفضلوا جزاكم الله خيرا حتى يتسنى لإخوانكم إن شاء الله المتأخرين أن يكون لكم مجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون الأطهار، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد، وفي هذه البقعة المباركة الطيبة الطاهرة. طبتم أيها الإخوة والأخوات، وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة غرفا. وأسأل الله العلي العظيم الكريم الجليل بمنه وفضله وكرمه وجوده وإحسانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب على طاعته، أن يجمعني وإياكم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، موسى عليه السلام، بنو إسرائيل كانوا إذا أرادوا أن يغتسلوا كانوا يغتسلون عريانا، وكان موسى صلى الله عليه وعلى نبينا محمد عليهم جميعا أفضل الصلوات وأتم التسليم، كان إذا أراد أن يغتسل نبي الله موسى عليه السلام كان يذهب بعيدا عن أعين الناس حتى لا يراه الناس، حتى لا يراه أيضا بنو إسرائيل. فكان بنو إسرائيل يتناقلون أخبارا يقولون فيها: ما دام أن موسى عليه السلام لا يغتسل معنا، إذن فهو مصاب ببرص أو بنوب مرض لا يستطيع أن يرينا ذلك المرض. وجعلوا يتكلمون في نبي الله موسى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القصة موجودة في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم. المهم، ذات مرة خرج نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم ليغتسل، فبينما هو تحت شجرة يغتسل إذ خلع ملابسه صلى الله عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلوات وأتم التسليم، خلع ملابسه على حجرة من الأحجار، فبينما هو يشرع في اغتساله إذ بتلك الحجر تنشق وتمشي وتأخذ الثوب بإذن الواحد الأحد رب العزة والإكرام، فجعلت تمشي، ونبي الله موسى صلى الله عليه وسلم يلحق وراء هذه الحجر ثم يضربها ويقول: ثوبي أيتها الحجر، ثوبي أيتها الحجر، ثوبي أيتها الحجر. فبينما هي تمشي إذ ببعض بني إسرائيل يرون موسى صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة وفي أجمل بهاء وفي أحسن جسم رؤية في ذلك الوقت، فاستعجب بنو إسرائيل من تخفي موسى صلى الله عليه وسلم عند اغتساله. عندئذ أنزل الله جل وعلا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. هذه الأذية التي لمس بها أولئك النفر من بني إسرائيل، نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم أعدها ربنا تبارك وتعالى أذية. قال الله: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أيها الأحبة الكرام، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كلنا يعرف من هو أبو بكر، إنه أول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبشر بالجنة
يأتيه رجل فيسأله عن معنى قول الله جل وعلا وفاكهة وأبا، على أن الرواية قد رويت أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فأبو بكر رضي الله عنه لما أن سئل عن معنى قول الله جل وعلا وأبا لم يكن يعرف ذلك الوقت معنى قول الله أبا، وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أعلم الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أن سئل عن ذلك قال والله لا أعلم في كتاب الله شيئا، ثم قال كلمات ينبغي على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يجعلها أمام عينيه ونصب عينيه وأن يتخذ منها شعارا له في حياته كلها. قال رضي الله عنه وأرضاه: أي سماء تضلني وأي أرض تضلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما ليس أعلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هل عد هذا عيبا فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ بل هو ذات مرة تأتي إليه امرأة عجوز، امرأة عجوز كبيرة في السن، مات ولدها، ثم لما أن مات ولدها مات بعد ذلك ولد ولدها أي حفيدها. جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قالت له: يا أبا بكر، إن ولد ولدي قد مات، فهل لي ميراث؟ هل لي أن أرث ولد ولدي؟ وهذه المسألة تسمى في علم المواريث أو في علم الفرائض مسألة الجدة، وهي معلومة عند من درس علم الفرائض. المهم لما أن سئل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله لا أعلم لك من كتاب الله شيئا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لا يعلم مسألة، لكن هذا لا يعد عيبا فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المهم كان من ضمن الموقف المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يا أبا بكر، أما إني لأعلم جواب هذه المسألة. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: ائتني بها. فقال: لقد شهدت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الجدة السدس، أعطى الجدة من ميراث حفيدها السدس. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو شاهدي من هذه القصة، قال له: ائتني بدليل، ائتني بشاهد وإلا أقمت عليك ما أقمت. فذهب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه يسأل في الصحابة رضي الله عنهم: أيكم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدة بالسدس؟ فذهب يبحث فقام ما فسأله، فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون: كلنا يعلم ذلك. فأرسلوا معهم أصغر الصحابة رضي الله عنه وأرضاه وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فلما جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه اعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدة السدس. الشاهد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه طلب من المغيرة بن شعبة أن يأتي بشاهد على مقولته. ثم أيضا هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يأتي إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، دق عليه الباب، دق المرة الأولى ثم انتظر لحيرات، فلم يفتح أبو بكر، فلم يفتح عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم دق مرة ثانية على بابه، مرة ثانية بأنامل أظفاره، فلم يفتح عمر رضي الله عنه وأرضاه الباب. ثم دق مرة ثالثة على باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأنامل أظفاره، فلم يفتح عمر، فتولى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ثم بعد ذلك فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الباب، فوجد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قد مشى، فناداه عمر. وتعلمون من هو عمر؟ عمر الذي كان الشيطان يفر منه. فلما أن ناداه قال: يا أبا موسى تعال، ما الذي فعلته ثم ذهبت؟ لماذا دمعت الباب ثلاث مرات ثم ذهبت؟
أبو موسى الأشعري جعل يرتجف، لأن هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال له: يا عمر، دققت عليك الباب 3 مرات فلم تفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان 3، فإن وإلا فرجع، فإن فتح لك وإلا فرجع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لم تكن لديه هذه المعلومة، لم يسمع أن أبا بكر، لم يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فقال: لتأتينني بدليل، بشاهد، أو لأفعلن بك ما أفعل. فذهب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه يرتجف، يبحث عن الصحابة أيهم سمع هذا الحديث. فجيء معه محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه، فشهد عند عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان 3، فإن أذن وإلا فرجع. بعض الناس هدانا الله وإياهم إذا أراد أن يأتي إلى أحد ذهب يقرع الجرس يظن فيه لمدة 10 دقائق. صاحب البيت أحيانا قد يتأذى من فعلتك هذه، بل بعضهم يظن مرة ومرتين و3 و4 و5 و6، وكأنه لا يعلم ما هي آداب الاستئذان. بل بعضهم يعلم، قد ربما يسمع صوتا بالداخل فيسمع أن فلانا داخل البيت، يقول له: أنا أسمعك، أنت داخل البيت، لماذا لا تفتح الباب؟ قد ربما يكون هذا الأخ داخل البيت لكنه ربما عنده ضيوف لا يستطيع أن يفتح لك في ذلك الوقت، ربما قد يكون منزعجا، ربما يكون البيت غير منظم، ربما يكون ويكون. الشاهد من هذه القصة أيها الإخوة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أعلمه المضيء، لما أعلمه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه بهذا الحديث الذي لم يكن يعلمه، طلب منه شاهد لأجل أن توثق هذه المقولة، ولأجل أن تحقق المقصد الشرعي من هذا الحديث. ليس لأي أحد كائنا من كان أن يتقول على الله أو أن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يتدخل في أعراض الناس، أو ينقل إشاعة ما بين فلان وعلان قبل أن يتأكد من هذه الإشاعة. ألا وإنني بإذن الله جل وعلا سوف أحكي لكم بإذن الله قصصا من الهدي النبوي، استقتها من صحيحي الإمام البخاري ومسلم ومن بعض السنن، لعلي وإياك أخي الغالي أن نعلم علم اليقين أن الدين الإسلامي دين مبني على ضوابط، دين مبني على قواعد، دين مبني على أسس، دين مبني على قواعد ينبغي على كل مسلم أن يتخذها. ليس ديننا كما قال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من أعلاه، لكن الدين هو دين العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة: ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الحديث وبين رأي فقيه، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. هذا هو العلم، قال الله، قال رسوله. أيها الأحباب الكرام، مضغة من اللحم يحويها كل إنسان، مضغة من اللحم يحويها كل فرد، مضغة من الإنسان، مضغة من الإنسان ومن اللحم أيضا يحويها كل إنسان من شدة حرص الباري تبارك وتعالى عليها، جعلها ربنا تبارك وتعالى بين مغلاقين، جعلها الله بين مغلاقين. هذه المضغة من اللحم ربما قد تورد الموارد، وربما قد ترفعك إلى أعلى العليين، ربما قد تهبط بك إلى أسفل سافلين، وربما إن استعملتها في غير مرضات الله توردك إلى أورد الموارد كما نقل عن سلفنا الصالح رضي الله عنهم. هذه المضغة هي اللسان. اللسان أيها الإخوة نعمة امتن الله بها على عباده جميعا. هذه اللسان إن لم نصرفها في مرضات الله جل وعلا والله لتكونن سببا في إدخال كثير منا في نار جهنم.
ليس كلامه، وإنما هو كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع أيها الأخ الكريم إلى ما ثبت في صحيحي الإمام البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين فكيه وفخذيه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين فكيه وفخذيه أضمن له الجنة. هذا الضمان من قبل من؟ من قبل الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. أنت إذا ضمنت هذا اللسان الذي الواحد منا يستطيع أن يتكلم فيه بدون حساب وبدون أي مقابل، والله أيها الإخوة لو كان لكل واحد منا على كل كلمة يخرجها سنتا لما تكلمنا جميعا، أي يعني مقابل أن ندفع على كل كلمة سنتا واحدا، لكان كل واحد منا لما تكلم إلا بالخير، إلا بالخير. هذه المضغة من اللسان أيها الإخوة بارك الله فيكم، تقاربوا جزاكم الله خيرا حتى يتسنى لإخوانكم أن يدخلوا. بارك الله فيكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. النبي عليه هذه المضغة أيها الإخوة من اللحم اللسان، والله كم دمرت من أسر، كم فككت من عائلات، كم خربت على زوج زوجته، كم دمرت على صديق صديقة، كم أوقعت حبائل وصرائن وخصد وحقد وسحناء وبغضاء بين أخوة كانوا أصفياء أحباء في الله. هذه المضغة من اللحم كم فككت بالله من دول، كم هدمت من مدن، كم أيغرت من وأهلكت من أسر بأجمعها. اسمع أيها الأخ الكريم، ربك جل وعلا يأمرك أن تراعي على كل كلمة تخرج منك. اسمع، قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه، من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي كلمة تخرج منك مكتوبة عنك، فأي كلام تريد أن تتكلم به لا بد أن تزنه قبل أن تتكلم به. بل اسمع إلى ربك جل وعلا يأمرك بأن لا تتكلم بما لا تعلم، وأن لا تحرف بما لا تعرف. قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سمعك، بصرك، لسانك مسؤول أنت عنه أمام الله جل وعلا. بالله عليك يوم أن تنقل الإشاعات ويوم أن تنقل الخبر من مكان إلى آخر دون أن تتأكد منه ودون أن تتثبت منه، بل حتى إذا تثبت منه وعلمت أنه عين الصواب، فقد ذكر الإمام النووي رحمه الله أنه إذا نقل إليك خبر فاستوت المصلحة مع المفسدة، فعندئذ تركك لنقل الخبر من السنة بل هو المطلوب. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. أنت يوم أن تنقل خبرا ما نقل إليك أو سمعته من فلان أو علان قبل أن تتأكد منه، أنت مسؤول عنه أمام الله جل وعلا. اسمع، ديننا الإسلامي يطالبك بأن تتأكد وبأن تتثبت وبأن تعلم علم اليقين أن هذا الخبر قد نقل منقول هو صحيح. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاء فتثبتوا، تثبت، تبين، اعلم أنك إن لم تتثبت من الخبر قبل أن ينقل إليه فأنت محاسب عنه أمام الله جل وعلا. اللسان دم
دمر أسر، دمر عائلات، فكك زوج عن زوجته، فكك صديق عن صديقه، فكك عائلة عن بأكملها، لأن اللسان بسبب كلمة واحدة قد تورنك أورد الموارد. بل لا يعني هذا أنه إذا تكلم في فلان أو علان فقد تكلم في رب العزة والإكرام. أناس تكلمون في الباري تبارك وتعالى، قالوا عن الله بأنه بخيل، قالوا عن الله بأنه فقير، قالوا عن الله بأن له ولد، قالوا عن الله بأن له صاحبة، قالوا عن الله بأن له كذا وكذا. قال الله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. وقال الله: قل هو الله أحد، الله الصمد. وقال الله: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقال الله: ما اتخذ الله من صاحبة وما كان له من أولياء، إلى آخر ما جاء في هذا المعنى. فالشاهد أنه لا عجب ولا غرب أن يتكلم في فلان أو علان، فقد تكلم عن الله، بل أعظم من ذلك وأجل من ذلك، تكلم عن الروح الإلهية تبارك وتعالى، بل تكلم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلم أيضا عن الملائكة بأنهم بنات الله، وتكلم في عرض محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم في تلك الطاهرة العفيفة البرية الزكية الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كلنا سمع تلك القصة وعبرأ تلك الآيات البينات في سورة النور. والله لو تأمل هذه الآيات كل مسلم وقرأها بعين بصيرة لما توانى مسلم أن يتكلم في عرض أخيه أبدا، ولما استطاع مسلم على وجه الإطلاق أن ينقل إشاعة أو أن ينقل خبرا من شخص إلى آخر قبل أن يتأكد وأن يتثبت منه. قال الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج إلى غزوة من الغزوات كان يقرع بين نساء، فتخرج معه امرأة من نسائه. فكان في غزوة بني المصطلق أن قرع النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه، فخرجت القرعة على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما النبي عليه الصلاة والسلام يقطع سفره وينتهي من سفره، إذ به يبيت صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، فبينما هم يبيتون إذ عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها خرجت تقضي حاجتها. فبينما هي تقضي حاجتها رضي الله عنها رجعت، فجعلت تلبس عقدا لها كان موجودا على عنقها رضي الله عنها وأرضاها، فوجدته قد سقط. نكمل القصة إن شاء الله تعالى في خطبة الثانية بإذن الله جل وعلا. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، وبالخير الذي تكيل به للناس وكان لك. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فيا فوز المستغفرين استغفروا. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على تفضله وامتنانه، والصلاة والسلام على خير خلقه وخلانه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، عائشة رضي الله عنها لما أنقضت حاجتها ورأت أن عبدا لها قد سقط وضاع رجعت تبحث عنه. فبينما الصحابة رضي الله عنهم قد أعلن لهم بأن يرحلوا، إذ بهم يحملوا هودج عائشة رضي الله عنها وأرضاها ظنا منهم
أن عائشة كانت على الهودج إذ ذكرت رضي الله عنها وأرضاها عن نفسها آنذاك أنها كانت خفيفة الوزن، فحملها الصحابة رضي الله عنهم ظنا منهم أنها كانت في هودجها، فلما رجع